وممكن الدنيا تتكهرب، ممكن ناس تصاب، وممكن ما هو أكثر من هذا نتيجة رعونة في التصرف. ده لا يليق. دي كانت أول واقعة اللي هي مباراة الأهلي والإسماعيلي تحت 20 سنة، اللي هم مواليد 99. مباراة تانية كانت في القسم الثاني بين منتخب السويس وما بين نجوم المستقبل. قدامكم اهي. طب ناخد دي الاول ما دام حطيتوها. دي لقطه بقى ايه تضحك شوي. دي اللقطه دي كانت النهارده بين سيراميكا والزرق. الزرقاء رفضت ان هي تخوض هذه المباراه بعد حصول رئيس النادي الحاج سمير موسى على موافقه اللجنه التي تراجعت عن موقفها ولم تخطر سيراميكا، فراحت سيراميكا وراح الحكام، لكن الزرقاء ما راحتش. وادي قدامنا هم، ادي الجماعه بتوع سيراميكا واقفين هم، وفي الاخر هيسقفوا لنفسهم بعد تلت ساعه. اديكم سامعين السقفه اهي. بعد تلت ساعه سقفوا واعلن الحكم انسحاب الزرقاء وفوز سيراميكا. الازمه دي كلها ليه؟ ما دي ازمه برضه. ما هو دول ناس سافروا وتكلفوا وتكبدوا وبعدين راحوا ما لقوش المنافس. طب المنافس هل عنده حق ان ما يروحش ولا ما عندوش حق ويعتبر منسحب ويفقد الثلاثة نقاط وتذهب الى سيراميكا؟ وجهة نظر الزرقاء معانا ممثلة ووجهة نظر سيراميكا معانا ممثلة، نشوف قالوا ايه. يا مساء الأنوار. عجوبة من عجائب الزمن. السنة اللي فاتت جيت هنا بورتو في السويس ولعبت. جيت السويس ألاعب منتخب السويس، والصبح أنا رايح الملعب أدول المباراة اتأجلت. مشيت. النهارده جيت الساعة 7 اتصل بيها المسؤولين في اتحاد الكورة، الأخ وليد والأخ خالد، وقالوا لي المباراة اتأجلت. ليه يا جماعة؟ تبعتوا لي حاجه؟ قالوا لي تأجيل. طبعا سجلت المكالمات، لان ما دام ما فيش رساله بسجل اي مكالمه. وطلبت الاستاذ عمرو الجنايني المحترم رئيس الاتحاد، وقلت له على الكلام ده كله، وكان مستاء، لكن قال لي ما فيش بايدي حاجه. وبناء عليه انا معايا لعيبه من القاهره، 4 لعيبه استاذنهم وروحهم، وبقيه اللعيبه ايه زي ما انت شايفها موجوده وبيتين، لان مشوارنا 7 ساعات، فطبعا ما حدش يقدر يسافر دلوقتي، وبيتين ومسافرين الصبح الساعه 12 بالظبط. الساعه 12 دلوقتي بالظبط، او 12 الا 5 بالظبط، 12 الا 5 لقيت بيقول لي احنا صرفتوا. انتوا كنتوا بتشتروا جاز ولا بتشتروا زيت ولا ايه بتعملوا ايه؟ هو سبب التاجيل ليه في الاصل؟ الله اعلم. لكن هي الظاهر بتطق في دماغ المسؤول، يقوم قايل طب ما تيجي ناجل. طقط بعد ساعتين، طب ما تيجي ما ناجلش كده بظروفها. طب ما انت عايز تاجل يا سيدي، اجلني من اسبوع، اجلني من شهر، قول لي ما تلعبش هناك من زمان. انت بتستنى قصدي ان انا اجي احجز وانام وتقول لي لا ما انتش لاعب؟ لا ده عندي والعندي مش هيمشي معايا، والله ياخد حق ياخد حقي. احنا موجودين هنا في السويس، والزرقاء موجوده هنا في السويس، لسه مش عارفين القرار الرسمي ايه. انا ما جاليش قرار رسمي لغايه اللحظه دي. النهارده دلوقتي تقريبا الساعه 10 بالليل والمباراه بكره. احنا منتظرين، ما عندناش مشكله خالص، عايزين يلعبوا بكره، احنا جاهزين، عايزين ياجلوا الماتش. انا مش عارف يعني، اكيد عدم انتظام المسابقه وتاجيل اي مباراه في اي توقيت هو يعني بيلقي باضرار كبيره جدا على اي فريق. النهارده احنا بقالنا اسبوع مرتبين نفسنا ومنظمين نفسنا ومسافرين وجايين قاعدين في المعسكر بنرتب اوراقنا كلها للمباراه بعد 12 ساعه يعني 15 ساعه. انا ما اعرفش الحقيقه لسه القرار هنلعب مش هنلعب. ده في حد ذاته تشويش ليا وللعيبه، يعني انا مش قادر افهمها الحقيقه. لكن انا مش عايز اتدخل في يعني في حاجات ممكن ما يبقاش لاتحاد الكره يد فيها او احنا لينا يد فيها. الحقيقة لا انت ليك يد فيها ولا ايضا الزرقاء ليها يد فيها. هذه الامور برضو ما تعديش. يعني انا بدأت حديثي قلت ربما امور ما هياش بالضخامة زيادة قوي،
لكن هي مؤشر مش حلو اطلاقا اطلاقا. دي ما تعديش. التالتة بقى